اسمحوا لي تكون البداية بسؤال للدكتورة سهير. أنا ما أقدرش أقول إن دي ظاهرة، موضوع بيع الأجنة الظاهرة دي يعني عندي عدد حالات كبيرة يعني، بس هي عادة أو هي حادث غريب، غريب على مجتمعنا، شاذ جدا، ضد حتى الطبيعة البشرية بتاعتنا. فده يتفسر إزاي يا دكتورة لما حضرتك تقري وتسمعي إن ده بدأ يحصل في مصر، تشوفيه إزاي؟ أولا أنا معجبة بكلمة أنت قلتيها جميلة جدا، إن اللي أنت شفتيه ده ما يعتبرش ظاهرة، جميل ولكن مخضوضة ومندهشة. ليه؟ لأنك مخضوضة ومندهشة لأنها حاجة حصلت خارج الطبيعة البشرية وخارج الفطرة البشرية، وخارج كمان يعني مفهوم ايه هو الطفولة وايه هو الاولاد. الاولاد والاطفال دول مش ملك الام ولا ملك الاب، نمرة واحد طبقا لثقافتنا الدينية دول امانة بين ايدينا، دي نمرة واحد. نمرة اتنين خضتك ايضا، لان الطفل او من اول ما هو جنين ليه حقوق، وهو من حقه ان هو يتمتع بجنين، لدرجة بيقولولك في علم النفس الطبي وكده، بيقولولك لما تكون الماما حامل يجي البابا يحسس على بطن الام عشان ويكلمه عشان يحصل تواصل معاه. ولما بيحصل كده، من ضمن الحاجات اللي انا شفتها، لما الاب غاب 3 شهور ورجع وجاي يحط ايده على بطن الماما، الجنين اللي جوه رفض ايده. يعني شوفي قد ايه الحاجات الحلوة الجميلة. فعشان كده انت مخضوضة، واعتقد انك انت اللي اخترت الموضوع لي. دي حاجة. الحاجة التانية اللي عاوزة اقولها كمان، ان الام بتتحامى، واخدة بالك، تحت عباءة التبني، وتقول اللي عاوز يتبنى الجنين ده، فهي بتتحامى عشان تحمي نفسها من القانون، واحنا عندنا مجلس النواب التشريع كله هنا، وعندنا القانون. فده تتحاكم، انا من وجهة نظري تتحاكم اجتماعيا، انا ماليش دعوة بالقانون حضرتك، تتحاكم والقانون برضه تتحاكم انا من وجهة نظري كأستاذ علم تتحاكم اجتماعيا، انها هي بتطرحه اصلا للتبني مهما كان من عندها من مشاكل. الحاجة الثالثة كمان اللي ممكن تكون وراها كمان، ان دي تكون بداية لنوع من الاتجار بالبشر، تجديد في نمط الاتجار بالبشر. الاتجار بالبشر كان الاول نقل الاعضاء، ده دلوقتي ممكن عاوزين ياخدوا في تجارة جديدة بانها مافيا عالمية، فممكن تكون نوع من النمط الجديد عشان يستعمل هذا الجنين، يا اما في تجارب او في نقل الاعضاء او في دلوقتي في القاع الجزء. يعني في حاجات كتيره ابدا افسر بيها الظاهره دي. الحاجه الثانيه كمان، ان هي بتعرض ابنها في حاجه ضمنيه، جنينها في حاجه ضمنيه فيها فلوس. يعني هي بتقول تعالوا تبنوا، هي عاوزه تعمل ديل، حته مني، ما هي دي بقى حتة دي مني، ما هي الحته دي، هي يعني قدرنا نفهم يعني ايه حد بيبيع كلى، بيبيع الكلى بتاعته، بيبيع قدرنا نفهم ده كويس على مدار سنوات طويله، ما نفهمهاش كمان، انا مش فاهمها كمان لغايه يعني يا فندم. خلاص يعني ضغط اقتصادي رهيب على المواطن، مش قادر بيبيع، خلاص بتحصل. بس ابيع حته مني، اللي في بطني ده اللي هو حته مني اعرضه للبيع. ما هي دي المشكله اللي بقول لحضرتك عليها دلوقتي، ان الاتجار بالبشر بيتغلغل وبيستشرف المجتمع، ووصل لدرجة الجنين، ووصل لدرجة الجنين. فهي دي بتعتبر حاجة نمط جديد. أنا من وجهة نظري طبعا أنا كأستاذ علم اجتماع كان مفروض أبدأ وأقولك أنا ضروري أشوف الست دي وأدرسها وأعرف ما وراءها، لأن أنا شايفة الست دي حلقة من حلقات، يعني هي مش لوحدها، يعني ضروري نكمل السلسلة ونقفل الحلقات كلها عشان نقدر باقي الحلقات. ايه سريعا قبل ما انتقل بس النقطة الحلقات دي السريعه، انها نمط من انماط الاتجار بالبشر، وهو ده النمط الجديد، وان بيبقى بتعمل عرض لان في طلب. بدل بقى ما بيع كليه ولا بيع كذا ولا لا بيع مش كذا، بدل ده اضافه،
اضافه اضافه. وده برضو فسره ان دلوقتي تقدم العلم الشديد ومعرفه الامراض الكتيره بتوسع نمط الاتجار بالاعضاء البشريه. طيب اسمح لي سياده النائب قبل ما